طيب في البدايه هنبتدي بيونت 7 هفكركم بالفوكابلوري يونت 7 كان بيتكلم على ديفرنت هابيتات كان بيتكلم على بيئات مختلفه فتعالوا فكركم بالفوكابلوري اللي كان عندنا كان عندنا كوستال ديزرت ماونتينوس بولر رين فورست كل دي طبعا بيئات مختلفه رورال اربن ده دول الاثنين اللي عكس بعض ما تتلخبطوش بينهم رورال ده اللي هو الريفي الريف uh, Urban ده الحضاري انفايرومنت سورفايف متروبوليتان دي العاصمة densely populated densely populated يعني كثافه السكان فيه عاليه بعد كده sparsely populated كثافه السكان فيه منخفضه swamps اللي هي المتنقعات continent القاره fuel air pollution water pollution carbon dioxide climate change emission temperature podcast electric volcanic eruption بعد كده كان عندنا keep the environment clean يحافظ على نظافه البيئه fossil fuels renewable non renewable release natural resources on the long run طبعا الحاجات اللي هو الفوستل فيولز on the long run يعني على المدى البعيد بتضر البيئة solar energy wind turbines tide tidal energy generate store article absorb take out ton average geothermal energy springs طبعا ده مش الربيع ده يعني ينابيع الميه springs water wheels hydroelectricity الطاقه المستخرجه من الميه generator ده المولد ذات نفسه location كيلو وات هاي دام ليتل تايتل العنوان سب تايتل العنوان الفرعي يعني تايتل ده العنوان الكبير والسب تايتل ده العنوان الفرعي اللي تحتيه فاكتس فيجرز بيت طبعا ده الهارت اللي هو القلب لما بيدق ده هارت بيت هارت agree disagree make poster دول الكلمات اللي كانت عندنا اهم الكلمات في يونت 7 تعالوا بقى نشوف الجرامر ايه رايكم في ساندويتش البرجر ده حلو؟ جدا حلو <applause> 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 طيب إيه، ساندويتش البرجر ده هيفكركم في ال present continuous continuous ده الزمن اللي هو بتاع المضارع المستمر بنتكلم بيه على حاجة بتحصل دلوقتي في الوقت الحاضر لفترة من الزمن وهتنتهي بذاكر أنا قاعد بذاكر فترة من الزمن وهتنتهي بتفرج على فيلم بنظف اوضتي بتغدى حاجة بتحصل دلوقتي فترة من الزمن وهتنتهي هتفتكروا present continuous ده بيتكون من ايه بالساندوتش بتاع البرجر ده ينفع ساندوتش البرجر يبقى فيه حاجه ناقصه يعني ينفع يبقى فيه مثلا العيش اللي فوق مش موجود او اللي تحت مش موجود او البرجر ذات نفسه مش موجود ينفع no. No. لازم لازم الثلاث حاجات دول يبقوا موجودين صح ما ينفعش بس مش هيبقى ساندوتش برجر هو ده البريزنت continuous لازم بقى عندنا السبجكت اللي هو الفاعل اي we, you, they, هي she, it احمد هدى Whatever ايه مين اللي عمل الفعل ده الجزء اللي فوق وبعدين عندنا في النص لازم يبقى فيه verb to be اللي هو am و is و are. على حسب طبعا دول على حسب ال اللي فوق وبعدين ال verb معاه ing ال آخره ing زي we are studying English we are studying English فده ال present continuous التلات أجزاء عاملين زي ساندوتش البرجر كده ما ينفعش أنسى حد فيهم وإلا هتبقى الـ 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 الزمن مش مظبوط عشان كده قلت لكم افتكروه بالساندوتش بتاع البرجر ده إنه التلات أجزاء بتوعه لازم يبقوا موجودين ال الفاعل وعلى أساسه هختار uh, verb to be وبعدين هحط verb آخره ing وده اللي بيدل على الاستمرار بتاع verb والكلمات اللي معموله حوالين الساندوتش دي اللي هنشوفها في في الجمله تعرفنا انها present continuous uh, now دلوقتي look لو قلت لحد بص كده يبقى في حاجه بتحصل دلوقتي today النهارده at the moment يعني برضو دلوقتي في اللحظه دي listen لو بقول لحد اسمع كده يبقى برضو في حاجه بتحصل دلوقتي at the present في المضارع كل دول الكلمات الدالة على ال present continuous تمام تمام يا مس تمام يا مس يبقى زي ما اتفقنا انه ال affirmative بتاعه او الاثبات ان احنا بنحط الفاعل بعديه am و is و are والverb plus ing ده الساندوتش بتاعنا الثلاث اجزاء اللي عمرهم ما ينفع يبقى فيه جزء ناقص زي مثلا he is playing football مثلا طبعا بما ان احنا عندنا الجزء اللي في النص اللي هو verb to be فهو اللي هيتنفي لو انا عايز اعملها نفي هحط لهم not فتبقى هي isn't playing يبقى نفي افتكروها بعلامة الماينس احط لها not he isn't playing football we aren't studying math احنا مش بن مش بن مش بنذاكر math ده الجزء بتاع النيجاتيف just ان احنا هننفي ام و وare نيجي بقى للسؤال لو انا عايز اسال حد هل انت بتعمل كذا هحط ام او از او ار اجيبهم بقى في الاول هبدل ساندوتش البرجر ده هبدله احط البرجر فوق عشان اعمل سؤال فهقول له از هي بلاينج هل هو بيلعب كوره ده صيغه السؤال ان انا اجيب از او ار او ام في الاول خالص ابدلهم مع اللي عمل الفيرب Is he playing football? Is Ahmed studying football? Uh, studying English? نعم. Is he on Sure. تعالوا بقى نشوف الجزء المهم ده. نشوف ال verbs لما بيتحط لها ing. بصوا لو ال verb آخر واي عادي بيتحط له ing من غير ما نعمل فيه حاجة. هم ماسكين ايدين بعض. افتكروهم بالصور. play تبقى playing من غير ما اشيل الواي ولا اي حاجه خالص تمام لو عندنا الفيرب بقى اخره ايه بصوا مش بيحبوها وقعوها الاي ان مش بتحبها بتشيلها فعشان كده لو عندي verb اخره إيه هشيل الاي قبل ما احط الاي ان مش بيحبوا الاي طب لو بقوا دبل اي لا خلاص ماشي اوكي تمام هنلعب معاها نحط الاي ان على طول الصور دي افتكروها عشان هتساعدكم في ان انتوا تحطوا ال ing ان جي اخر الفيربس كويس خلاص بعد كده لو احنا عندنا بقى فيرب اخره اي و اي و اي هم هنبدلهم الاثنين عشان ما ينفعش نحط بعدهم كمان اي ان جي فهنبدلهم الاثنين نحط بدلهم واي هنحط بدلهم ايه واي هيبصوا وقفت فوقيهم فهنبدل الـ i وال e ونحط بدلهم واي وبعدين نحط الاي i بتاعتنا عادي جدا. اخر واحده لو انا عندي c v c word يعني ايه c v c؟ يعني كلمه عباره عن consonant vowel consonant دي اختصار سي c v ساكن متحرك ساكن هنعمل ايه قبل ما نحط ال i لازم اعمل double للconsonant أضاعف الحرف الساكن، زي ما احنا شايفين احنا عندنا إن أهي قبل ما نحط الـ ING راح إيه حطوا واحدة كمان. يبقى لو عندنا run تبقى running، swim، swimming، put، putting، stop، stopping. في مشكلة في إضافة الـ Y؟ حد الـ ING؟ حد متلخبط لسه؟ لا مش لا طيب تمام شاطرين برافو عليكم ده الجزء اللي كان عندنا في يونت 7 اللي هو البريزنت كونتينوس الزمن اللي بنتكلم بيه على حاجه بنعملها في الوقت الحالي ومستمرة لفترة وهتخلص مستمرة لفترة وهتخلص بلعب بتفرج على التلفزيون نايم بذاكر كل دي حاجات بتحصل فترة تستمر الفترة وتخلص تعالوا بقى نشوف يونت 8 لما كنا بنتكلم على الاحتفالات بتاعتنا الكاستمز والتراديشنز العادات والتقاليد وهفكركم اتكلمنا فيها على عيد الفطر وعيد الاضحى شم النسيم وبنعمل فيهم ايه الثلاثه فالكلمات كان عندنا celebrate بيحتفل طبعا سيليبريت شم النسيم celebrate عيد الاضحى celebrate عيد الفطر كرييشن لان احنا الكرييشن دي جت مع شم النسيم وي celebrate ذا كرييشن اللي هو بدايه الربيع الربيع ده يعتبر بداية جديدة للحياة الأزهار بعد ما كانت طول الشتاء مش موجودة ومختفية بسبب البرد فبترجع بقى الثمار بتاعة الفاكهة والأزهار ترجع, ترجع نشوفها تاني فده خلق sunrise عكسها sunset شروق الشمس وغروب الشمس fair ground دي الملاهي sacrifice دي استخدمناها في عيد الأضحى أوكي إن إحنا sacrifice sheep بنضحي أو بنذبح sheep خروف well بشكل جيد easily بسهولة religious ديني buttons الزراير اللي بتبقى في الهدوم linen كتان دي الجلبية مصنوعة من الكتان linen جولري مجوهرات سليفز الكمام بتاعت الهدوم سكارف دي الكوفيه جيف اوت يوزع طبعا احنا لما بنعمل ساكريفايس بالشيب لما بنضحي او نذبح الشيب بنوزع منه على الفاميلي او كمان الناس الفقراء جيف اوت prayers دي الصلوات قبل قبل طبعا ما نذبح بنروح الموسك الجامع في الاول او المسجد نصلي ايه صلاه العيد فدي البريرز grateful طبعا بيبقى شاكر او بيشكر ربنا على الحاجات الحلوه اللي بيديها له بعد كده حج بيلجريمج ده موسم الحج وده اللي بيبقى قبل العيد الكبير كوك uh, بوك كتاب الطهي ريسيبي دي الوصفة اللي بيبقى مكتوب بيها في... فيها المقادير بقى عندنا نحط كوباية دقيق ونص كوباية لبن دي الوصفة بتاعة الأكل تراي يجرب باستري دي المعجنات عامة uh, الحاجات اللي فيها بقى الباتي والكرواسون كل دي معجنات بتتعمل بالعجينة فاسمها باستري برايت لوز لوز هنا معناها واسع الجلابيه بتتقال على الهدوم انها لوز واسعه او فضفاضه ستريبد مقلم يعني في اللي انا لابسه ستريبد يعني في خطوط كده الشكل بتاع التيشيرت او الحاجه اللي انا لابسها فيها مقلم بالشكل ده ستريبد ايتمز ستايل فيجيتيريان نباتي يعني مش بياكل لحوم لو حد فيجيتيريان نباتي يعني مش بياكل لحوم خالص بياكل خضروات بس بعد كده كفتان حزام بيلت uh, ساش كلهم نفس الش... نفس الحاجه اللي هو الحزام اللي احنا بنلبسه ساندلز ده اللي كانوا بيلبسوه الانشنت ايجيبشنز ريست وطبعا الدبليو قبل الارمش مش بتتنطق وده اللي هو الجزء ده في ايدينا ده معصم الايد جلابيه تاتيو. سايتس uh, اللي هي المعالم السياحية خلوا بالكم منها عشان الكلمة دي غريبة شوية وفي ناس من اللي كانوا معايا في امتحان الشهر غلطت فيها سايتس اللي هي المعالم السياحية جست ضيوف هوست ده صاحب البيت اللي بيستضيف الناس يبقى الجيست دول الضيوف الهوست ده صاحب البيت جنرس كريم بعد كده عندنا كان اخر جزء بتاع الستوري شيبريك حطام السفينه فيبل يعني حكايه اسطوريه زي الفيري تيلز حكايه اسطوريه سيرفنت خادم تيل هي هي استوري بس احنا بنستخدم تيل مع الفيري تيل اللي هي الحكايه الخياليه فولكلور ده التراث الشعبي سيلر بحار مورال دي الدرس اللي احنا بنستفيده من اي ستوري اي ستوري مش واقعيه دايما بقى فيها درس اخلاقي لما لما حد بيسالك في الاخر اتعلمت ايه من القصه دي فانت تقول له مثلا اتعلمت ان انا ما اكذبش اتعلمت ان انا اقول الحقيقه اتعلمت ان انا ما اسرقش دي اسمها مورال الدرس المستفاد او الدرس الاخلاقي المستفاد من القصه. كاركتر دول الشخصيه بتاعه الستوري او لو في فيلم تبقى كاركتر سيتنج ده مكان حدوث القصه فين المكان وفين الزمن بتاعها. البلوت دي بقى الجزء اللي بيجي في النص اللي هو ايه لما المشكله كلها تكمل اسمها الحبكه الدراميه بتاعتها لما اكتر حته في ال... في الستوري بقى تبقى فيها المشكله تتصاعد قبل ما تتحل فدي اسمها البلوت كونفليكت صراع سوليوشن دي اللي في الاخر خالص بقى الحل اللي بيجي في الستوري في القصه بقى حل المشكله اسمها آه... ريزوليوشن بعد كده عندنا successful نجح مش... نعم يا طيب مش ما هو مش سيتنج يعني اعدادات اه ما هي بص احنا عندنا في الانجليش في كلمات بيتغير معناها على حسب الجمله في حاجات كتير معناها اساسا يعني مش ليها معنى واحد بس هتلاقي لما تكبر شويه هتعرف ان في كلمات ليها معاني كتير بتتغير على حسب مكانها في الجمله اه سيتنج في الموبايل او في الكمبيوتر معناها الاعدادات اوكي زي... لكن زي في الستوري بالظبط اه play برضو بتيجي بمعنى يلعب, يلعب او يعزف شارف. مع الأدوات الموسيقية برافو يا محمد فهنا setting معناها الستوري دي حصلت فين وإمتى؟ أوه. تمام تعالوا بقى هنا تاني زمن عندنا في الجرامر هو ال present simple ال present simple مختلف عن ال present continuous ال present simple ده الزمن اللي أنا بتكلم بيه على العادات بتاعتي بعمل ايه كل يوم؟ الروتين بتاعي او بعمل ايه كل سنه بعمل ايه كل شهر؟ المهم انها عاده دي هابت يعني حاجه بتتكرر بشكل مستمر حتى لو مره واحده في السنه بس بشكل مستمر بسافر مصيف مره واحده في السنه بس شيء مستمر فدي عاده هابت غير الدايلي روتين بتاعي الروتين بتاعي كل يوم بصحى الساعه كام بفطر الساعه كام بروح المدرسه الساعه كام بعمل الهوم ورك الساعه كام ده اسمه الدايلي روتين عندي تمرين بنام الساعه كام ده اسمه الدايلي روتين او الـ الروتين اللي انا بعمله كل يوم او اخر حاجه بتكلم بيها في Present Simple هو الفاكتس الحقائق الفاكتس دي ممكن تكون حقائق شخصيه عن البشر وممكن تكون حقائق علمية لو حقائق علمية مثلا زي إيه uh, the earth orbits the sun الشمس بتدور حوالين الأرض بتدور حوالين الشمس دي حقيقة علمية ما نقدرش نغيرها حاجة ثابتة the moon orbits the earth القمر بيلف حوالين الأرض برضو دي حقيقة علمية ثابتة ما نقدرش نغيرها lions eat meat برضو حقيقة ما نقدرش نغيرها إن الأسود بتاكل لحم حقيقة ما نقدرش نغيرها My father is a doctor بابايا دكتور حقيقة ما نقدرش نغيرها كل دي facts حقائق ب... لما أتكلم عنها بتكلم بال present simple أو المضارع البسيط لأنها حقائق ثابتة مش حاجة مؤقتة ده الفرق بين ال present simple وال present continuous ال present continuous حاجة مؤقتة حاجة بعملها لفترة وهتخلص أو حاجة بتحصل لفترة وهتخلص بذاكر بتفرج على التلفزيون آه, بنضف الأوضة بتاعتي بلعب كورة هتحصل لفترة سواء طويلة أو قصيرة وهتخلص لكن ال present simple بيتكلم على حاجات ثابتة مش بتتغير الديلي روتين بتاعي أو العادات اللي أنا بعملها او الحقائق كلها حاجات ثابته مش بتتغير مش موجوده بشكل مؤقت مش موجوده بشكل مؤقت واضح الفرق بين الاثنين أيوة مش. مش. طيب تمام هنا بقى ما عندناش ساندوتش ولا ثلاث اجزاء هما جزئين الفيرب هنا معتمد على السبجكت على الفاعل معتمد على الفاعل لو جه مع I, we, you, they بيجي في الانفينيتيف مصدر من غير ما اضيف له اي حاجه وي ايت سيريال فور بريكفاست انا متعود اكل كورن فليكس على الفطار فدي عاده ديلي روتين بتاعي فوي ايت infinitive بدون اضافات خالص مع I, we, you, they بدون اي اضافات نيجي بقى مع هي وشي he, هي وشي وايت بيحبوا الاس فعلى طول هياخدوا الفيرب في اس على طول هياخدوا الفيرب في اس she lives in the countryside هي عايشة في الريف دي حقيقة نقدرش نغيرها فهنا lives أخدت اس علشان she هي وشي وإيد بيحبوا الاس I we, we you زي ما بيحبوهاش ما بيحبوهاش نفس الفكرة لما أجي أنفيهم اللي ما كانوش بيحبوا الاس هجيب لهم من عندي دونت طب انا جبت من عندي دونت ليه لان انا ما عنديش اصلا في الجمله حاجه فيها لو خدنا الجمله الاولانيه وي ايت سيريال فور بريكفاست هل عندي حاجه ينفع عن فيها ينفع احط وي نوت ايت مثلا ما عنديش حاجه ينفع عن فيها صح ما عنديش حاجه ينفع عن فيها الفيرب الاساسي ما ينفعش في فعشان كده هجيب له حاجه تساعده من عندي علشان يتنفي فهجيب له دونت اللي ما بياخدش اس هاخد دونت واسيب الفيرب زي ما هو في ف فايت في النفي بقت دونت ايت السلام عليكم وعليكم السلام انا اسمي سؤال واحد جديد معاكم اهلا وسهلا بعد كده نيجي للثلاثة اللي كانوا بيحبوا الاست اللي هم كانوا خدوا هنا لفز هنجيب لهم بقى بما انهم بيحبوا الاست هنجيب لهم doesn't بس doesn't دي انانية هتقولك لك انا هيبقى الاس معايا مش هحط الاس مع الفيرب لو الاس معايا يبقى الفيرب ما يبقاش فيه اس يبقى doesn't دي انانيه لما تاخد الاس لما تاخد الاس تشيلها من الفيرب اللي بعدها خلاص تقول لك انا اخد الاس لوحدي طالما انا موجوده يبقى الاس معايا مش مع حد تاني فليفز هنا بقت doesn't live doesn't live infinitive خدت الاس doesn't وسابت live من غير الاس رجعتها للمصدر بتاعها تمام تمام يا مش تمام يا نيجي بقى للسؤال السؤال اللي معناه هل السؤال ده اللي بيبتدي بدو او داز معناه هل لان احنا ما عندناش اساسا اداه استفهام في الانجليش معناها هل لكن دو و ام و وار لو اتحطوا في الاول هيبقى معناهم هل فهنا برضو اللي ما بيحبوش الاس حط لهم دو بدلتهم مع بعض يعني بدل ما فوق هنا مثلا في النفي كانت we don't eat طبعا بنشيل النفي ما بنحطوش في السؤال وبدل دول اهي دي جت الاول وبعدها do we eat cereal for breakfast هل هل احنا بناكل سيريال على الفطار نفس الفكره هنا في she doesn't هشيل النط؟ هشيل ال وبدلهم does جت في الأول وشي بعدها does she live in the countryside هنا بقت معناها سؤال معناه هل وطبعا الإجابة بتاعت do we eat cereal يا إما yes we do or no we don't does she live هتبقى yes she does or no she doesn't على حسب الإجابة ده كده السؤال اللي معناه هل نيجي بقى للسؤال اللي فيه أداة استفهام اول حاجه هي هي نفس الترتيب ده بس احنا هنحط في الاول اداه الاستفهام هبتدي باداه الاستفهام وين وات وير اي حاجه وبعدها الاوكسيلاري فيرب افتكروا ان اداه الاستفهام اي اداه استفهام في الدنيا لازم يبقى بعدها اوكسيلاري فيرب لازم الاوكسيلاري فيرب ده هو الفرق الفعل المساعد يبقى بعدها دو يبقى بعدها داز يبقى بعدها إز يبقى بعدها ار يبقى بعدها ام المهم لازم يبقى بعدها فعل مساعد يا إما verb to be يا verb to do اللي قدامنا ده يا إما verb to have دول الثلاثة لازم يبقى حاجة من الثلاثة بعدهم تمام وبعدين أحط السبجكت اللي هو الفاعل أهو وبعدين الفعل بتاعي الرئيسي اللي أنا بسأل عنه أهو بسألك أنت بتاكل إيه على الفطار what do we eat for breakfast؟ تاكلوا إيه على الفطار؟ what بعدها دو بعدها الفاعل اللي هو we eat في الinfinitive في المصدر وبعدين بكمل السؤال عادي جداً طيب لو عايز أسأل البنت اللي فوق دي هي عايشة فين اللي هي قالت she lives in the countryside فهاخد where بما إن في شي فهحط does وبعدين شي وما تنسوش does موجودة يبقى الفيرب من غير إضافات does أنانية ما تحبش أي حد يبقى معاه الاس غيرها لما في الإجابة لما في الإجابة نشيل وير وداز وارجع أكتب الإجابة تاني زي ما كانت فوق شي she... شي she... هرجع بقى بما إن إحنا هنشيل داز فهرجع الإس للفيرب فهتبقى فتبقى she lives in the countryside طالما داز اتشالت يبقى رجع الإس بتاعت الفيرب تمام؟ تمام يا تمام طيب الجزء ده هيفكركم امتى ازود اس وامتى ازود اي اس وامتى اي اس اول حاجه الاس بتتزود مع الفيربس العاديه لاف احط لها اس تبقى loves, ورك work, works بلاي play, plays عادي جدا مزود اس نيجي بقى امتى احط الاي اس امتى بدل بدل ما احط اس بس احط للفيرب اي اس لما يكون النهايات اللي هو عاملها بالاسود دي كلها لما تكون النهايات دي كلها هروح حاطط اي اس لو اخرها سي اتش اس اتش دبل اس او اس واحده يعني اكس آه و o. هحط لها اي اس فتبقى تاتشز براشز بريسز ميكسز داز خلوا بالكم من النهايات نيجي بعد كده للواي الواي لازم ابص قبلها لو الواي قبلها Consonant Consonant ده اللي هو الحرف الساكن Consonant اللي هو الحرف الساكن مش المتحرك يعني ولا اي ولا اي ولا اي ولا, اي ولا يو دول الحروف المتحركه ماليش دعوه بيهم لو كان قبلها حرف Consonant ساكن اي حرف تاني نعم يا اسيل اه يا ايسل طب بقول لك طب لو كان قبل الواي مس حرف متحرك هنعمل ايه؟ هنزود لها اس عادي جدا ليش دعوه بيها سيبها زي ما هي وازود لها الاس لكن لو قبلها حرف ساكن خلاص هشيل الواي واحط اي اس -E فابلاي تبقى apply وخلوا بالكم خلوا بالكم لما تيجي الفيرب ده مع doesn't يعني مثلا لو انا عندي هي tries hardly هو هو حاول على قد ما يقدر hardly لو انا عايزه فيها doesn't تخلو بالكو الفيرب هنا احيانا بيخدعكم ان انتوا لما تحطوا هي doesn't تتلخبطوا بقى تراي دي هرجعها ازاي تروحوا شايلين الاس غلط لان دي اصلا كانت واي فتبقى هي doesn't, It doesn't try. أوه. خلوا بالكو من الافعال اللي اخرها واي علشان لما بترجع لاصلها احيانا بتتلخبطوا فيها ما بتبقوش عارفين الفيرب ده كان اخره ايه؟ كان اخره هو هشيل اس بس ولا هشيل اي اس ولا هشيل ايه بالظبط؟ فخلوا بالكم ان اللي اخره اي اي اس لازم هشيل الاي اي اس وارجع الواي بدلها تمام؟ تمام يا مس تمام تمام طيب برافو عليكم انا انا مبسوطه منكم ان انتم مركزين هنا بقى الكلمات اللي جايه دول علامه من علامات البريزنت simple المضارع البسيط هما اسمهم adverbs of frequency ظرف التكرار يعني ايه ظرف التكرار؟ يعني انا مثلا مثلا بلعب كرة قد ايه؟ كل يوم ولا كل يومين ولا مره واحده في الاسبوع ولا ايه؟ هما دول اسمهم الفيرب بيتكرر قد ايه الفعل اللي انا بقوله بيتكرر قد ايه هلو بروح عند تيتا وجدو مثلا كل قد ايه كل اسبوع مره ولا كل شهر مره ولا قد ايه عشان كده دول اسمهم ظرف التكرار يعني الفعل بيتكرر قد ايه فعندنا هنا حاطط لكم شكل حلو قوي بالمربعات كده always يعني بعمله على طول كل يوم usually اه uh, يعني في يومين مثلا مش بعمله اوفر <applause> ماذا مش التكرار بيجي بعد الام أزول أه؟ اه بالظبط كده آه بعد كده وقبل الفعل هنشوفه تحت دلوقتي و sometimes ينفع أقول فعقول ينفع اقول يا I always play two days of the week لا ما ينفعش <applause> الاثنين يجوا مع بعض لو انت play football two days a week خلاص انت قلت بلعب يومين لكن always معناها انت بتلعب كل يوم فالاثنين ما يجوش مع بعض. يعني I always oh, play football. اه بس كده الاثنين بيدلوا على انه الفيرب بيتكرر قد ايه فما ينفعش كده انت بتناقض نفسك. وخلوا بالكم never تحت نفي. never نفي. طيب يلا حد من الناس الشاطرين اللي فاكرين ايه الفرق بين ان انا انفي بنيفر وانفي دازنت مين فاكر انا قلتها لكم كتير يا مس انا عايزه اقول يا مس انا عايزه اقول قول <applause> <applause> يا محمد يا مس نيفر دي يا مس حاجه بن... ما بعملهاش خالص ماشي ما هو نيفر دوزنت... ودازنت الاثنين زي بعض بس في اختلاف في الجرامر ما بينهم مين فاكر؟ لكن يا مس دازنت دازنت دي للمفرد لا الاثنين زي بعض في المعنى مش بتكلم على المعنى في فرق في الجرامر مين فاكر انا شرحته طبعا واحنا بنشرح اليونت قولي يا تيم <applause> طيب تايم البريزنت تاونتين والبريزنت تاونتين نسمع لا نسمع تيم قولي يا تيم بريزنت يا مش يكون فيه شيء في ايوه لكن نيفر في اي وقت طب ركز شويه اكتر دازنت بتعمل ايه في الضرب اللي بعدها قولي سم... قولي يا <applause> قولي يا <وليه> مالك نيفر مالك بتخلي ما فيش اس ايوه لكن نيفر و... ل... لكن نيفر ام um, بتخلي فيه لا حضرتك نقفل عشان اللينك لا لا مش هنقفل ولا حاجه لما اللينك يفصل ادخلوا تاني على طول برافو عليكو برافو عليك يا تايم تايم افتكرها لما عوز انفي بدازنت احنا اتفقنا ان دازنت بتشيل الاس بتاعت الفيرب لكن نيفر ما تشيلهاش